صوت واضح؟ اي نعم دكتور واضح. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عبد الله علي الجوزي، طبيب باطنة في مستشفى عسير المركزي. قبل أبدأ حاب أتقدم بالشكر للقائمين على ملتقى الامتياز الطبي الثالث، على الدعوة الكريمة المشاركة في هذا الملتقى المتميز. نهاية المحاضرة إن شاء الله راح يكون عندكم صورة عامة عن التخصص. فقبل نبدأ ناخذ معلومات عامة عن التخصص. هو تخصص مكون من 4 سنوات مقسومة على مرحلتين. المرحلة الأولى عبارة عن السنتين الأولى تكون جونيور ليفل، ثم سينيور ليفل سنتين. في اختبارين رئيسية أثناء ال4 سنوات، للانتقال من جونيور إلى سينيور في اختبار نظري، للانتقال من سينيور إلى أخصائي تكون في اختبار نظري وعملي. وخلال 4 سنوات كاملة في معايير ترقية مستمرة طول الوقت، أحد أهمها التقييم الشهري. فعلى سبيل المثال، لو اشتغلت شهر في قسم الكلى، نهاية الشهر راح يقيمك رئيس قسم الكلى بالإضافة للشهرين اللي اشتغلت معهم. في منطقة عسير يوجد مركزين تدريبيين معتمدة، مستشفى عسير المركزي والمستشفى العسكري بخميس مشيط. فرص القبول في التخصص بشكل عام تعتبر عالية مقارنة بالتخصصات الأخرى، ذلك يعزز لعدة أسباب، أحد أهمها الحاجة في سوق العمل. ففي الطب الباطني ما زال في حاجة كبيرة جدا للأخصائيين والاستشاريين في كل التخصصات أنهم يكونوا سعوديين، لأن القوة العاملة الآن بشكل عام ما زالت مشبعة بغير السعوديين. بالنسبة لصعوبة البرنامج التدريبي خلال ال4 سنوات، فهو يعتبر من البرامج الصعبة، وصراحة الطب الباطني أو الجراحة، الأطفال، نساء، ولادة، أطفال، أسرة أو الطوارئ، كلها تعتبر صعبة، أو كل التخصصات بشكل عام تعتبر صعبة إذا ما كانت صعبة جدا. فلا تدخل أي برنامج وتعتقد أنه بيكون سهل. بالنسبة للممارسة بعد البرنامج التدريبي في مرحلة الأخصائي والاستشاري، تعتبر صعوبة متوسطة مقارنة بتخصصات أخرى. في تخصصات يبقى الصعوبة موجودة حتى بعد التخرج من التخصص، بالعكس كاستشاري يمكن تزيد عليه الصعوبة، لكن بالنسبة للطب الباطني كممارسة فيما بعد التخرج من البروجرام تعتبر متوسطة مقارنة بالتخصصات الأخرى، علما أن بناء على تخصصك الدقيق تتفاوت الصعوبة. التخصصات الدقيقة في الطب الباطني تعتبر كثيرة ومتنوعة ومتوفرة ومطلوبة، متنوعة بحيث أن تقريبا عددها ما يقارب 14 تخصص، ومتوفرة في المملكة تقريبا جميعها، وفي منطقة عسير تقريبا 8 منها، وتعتبر مطلوبة بشكل كبير جدا سواء القطاع الحكومي أو الخاص. التخصصات الدقيقة تختلف، مثلا General Internal Medicine، Cardiology، Nephro، Gastroenterology، ID، Pulmonology، Rheumatology، Endocrine، Hematology، Oncology، Intensive Care، Allergy and Immunology، Geriatric و Palliative Care، and Sleep Medicine وهو الطب المعني باضطرابات النوم. السؤال الآن واللي يهمنا من هذه المحاضرة، هل يناسبني؟ صراحة هذا السؤال هو أهم سؤال تسأل نفسك إذا كنت في آخر سنة في الكلية أو في سنة الامتياز، والجواب عليه ما هو سهل أبدا، تحتاج إلى التفكير، الاستخارة والاستشارة. في نفس الوقت لازم تجرب كل تخصص عشان تحكم، وتبدأ بالاستبعاد قبل الاختيار. لكن بالنسبة للتخصص الطب الباطني، أو بالأصح لأي تخصص، لازم تكون عشان تكون الإجابة نعم يناسبني هذا التخصص، تحتاج إلى 3 أشياء. تحتاج إلى معرفة وتعزيز إيجابيات هذا التخصص، تحتاج إلى قبول وتحسين سلبيات التخصص، تحتاج إلى تجربته على أرض الواقع. وأجين، هذه 3 أشياء تحتاج تطبقها سواء على الباطنة ولا غيره، لأن ما في تخصص كامل بدون عيوب، في إيجابيات وفي سلبيات، وهذه كلها عبارة عن جانب نظري، بينما في حاجة ثانية وهي الجانب الواقعي والعملي على أرض الواقع. هذا ما تقدر تعرفه إلا من سنة الامتياز، عشان كده حاولوا تستغلون فعلا كل شهر فيها للحكم على كل تخصص تدخلون، لأن كأطباء معروف أن العمل جزء لا يتجزأ من حياتنا، جزء كبير جدا من حياتنا، فمهم جدا أن نبقى متصالحين مع مستقبلنا ونكون عايشين في سلام مصالح مع النفس.
الإيجابيات والسلبيات بالنسبة للطب الباطني أعتقد يعني من وجهة نظري إنها غلط نستعرض إيجابيات وسلبيات. ليه؟ لأن الصفة الواحدة في الطب الباطني ممكن يراها فلان إيجابية ويراها علان سلبية، فبالتالي أنا أتكلم يعني عن بعض الصفات في الطب الباطني ويختلف الحكم عليها سواء كانت إيجابية أو سلبية من شخص إلى آخر. من هذه الصفات أنه يعتبر الطب الباطني يعتبر علم غزير جدا، فمتفق ويكاد يتفق على أن الطب الباطني هو الأغزر علما والأكثر فروعا، فبالتالي لازم يكون يعني يختلف في بعضهم، يبغى يتعلم يبغى يقرأ كثير يبغى يعرف كل شيء، الطب الباطني يناسب، عكس شخص لا يبغى يتخصص شيء معين وما يحب وجع الرأس ولا شيء. فهذه أحد أهم صفات الطب الباطني. أيضا يعتبر متنوع، فزي ما ذكرنا سابقا فروعه كثير جدا جدا، فكل جزء منه عبارة عن عالم، والعالم هذا داخل عوالم منفصلة ومترابطة في نفس الوقت. برضو الطب الباطني يعتبر علم متجدد ومن أكثر العلوم تجددا، بحيث أن كل فترة بسيطة يطلعنا علاج جديد، مرض جديد، أبحاث، دراسات، فهو يحتاج إلى شخص شغوف يقرأ يبحث يبغى يتعلم. الطب الباطني يتميز بهذه الحاجة، يعني فيه حالات طارئة حالات باردة، بمعنى في بعض التخصصات زي الطب الطوارئ مثلا يتميز بس الحالات الطارئة، وبعضها لا، مثلا زي طب الأسرة ممكن يكون حالات باردة بشكل 99%. الطب الباطني فيه ما يقارب أكثر من 100 ميديكال إميرجنسي، والحالات الباردة هي الأغلب طبعا، ولكن الحالات الطارئة تحتاج إلى شخص سريع البديهة، حسن التصرف، يعمل تحت الضغط. الحالات الباردة تحتاج إلى شخص دقيق صبور متوسع ويقرأ التفاصيل، فهذه هي من صفات الطب الباطني. أيضا فيه مجال للإبداع، وبالنسبة لهذه النقطة هي أهم نقطة اللي يهمني أنقل لكم من هذا السطر، أن تخصص الطب الباطني لا يصنع نسخ متكررة من الأطباء، يوجد مجال للإبداع. الآن إحنا في زمن evidence based medicine، أصبحت الممارسة الطبية مبنية على guideline، تروح يمين ولا يسار تختار العلاج الفلاني ولا الفلاني بناء على الجايدلاين، لكن في الواقع إذا مارست الطب تكتشف أنه ما زالت في أماكن كثيرة ما هي وايت أند بلاك، لا ما هو أبيض وأسود، صار فيها غري زون ومنطقة مختلف عليها، وهنا يبدون يفرقون الأطباء فيما بينهم. دائما فيه روم وفيه مجال لأن الشخص يمارس فيه الطب الباطني على حسب رؤيته، ويمارس فيه على حسب الكلينيكال سنس اللي هو اللي عنده. عشان كده نلاقي الأطباء يفرقون فيما بينهم، أبدا 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 ما عمرهم نسخ متكرر، فيه الزين وفيه الشيء. برضو الطب الباطني متنوع المخرجات، المقصود بهذا الشيء أن فيه بعض التخصصات أو بعض الأمراض أو بعض يكون احتكاكك في المريض احتكاك لحظي، مجرد دواء تعطيه وخلاص، وبعضها لا، تكون متابعة باستمرار وتحاليل وعيادة، بعضها تمتد إلى 20-30 سنة. والتخصصات برضو الدقيقة فيه متنوعة، سبق وذكرنا هذه النقطة، فمثلا بعضها يعتمد على الهاند سكيلز زي الجاسترو في السكوب وفي الـ ERCB أو الكارديو في الـ في الانترفينشن، وبعضها لا يعتمد على النوليدج وأونلي هيستوري، أو بعضها على الهوسبيتال بيست سيرفيس يعني بس شغال في المستشفى مثلا زي الاي سي يو أو الانفكشوس ديزيز بشكل عام، ويكون جزء بسيط من شغلهم عيادات. وبعضهم لا، يكون أغلب شغل عيادات وجزء بسيط في المستشفى زي الإندوكراين والروماتولوجي. فالتنوع الكبير هذا في الطب الباطني يعتبر أحد أهم صفاته اللي الواحد يحطها في باله، بحيث أنه يعرف أنه ما زال بعد الباطنة عنده عوالم ثانية يختار فيها، وداخل كل عالم برضو في تفريق. هذه بشكل عام من أهم التخصصات في الطب الباطني اللي حبيت أجمعها لكم خلال الوقت البسيط هذا. أكيد في أسئلة كثيرة ما تجاوب عليها، أكيد ما راح تقدرون تحدد من وراء المحاضرة بس هذه تختار باطنة ولا لا، ولكن لعل عسى استفدتوا. في نفس الوقت أنصحكم بالتجربة والتجربة والتجربة، ما في فرصة زي سنة الامتياز، لأنك تكون تجرب الشيء على أرض الواقع وتعرف يناسبك ولا لا. وفي آخر محاضرة هذا رقم الواتساب الشخصي للتواصل للاستفسارات عن أي حاجة. والصلاة والسلام على رسول الله. الله يعطيك العافية دكتور عبد الله ويجزاك خير. إذا أحد عنده أي سؤال تفضل.
وجهك أبيض. طيب الله يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله الآن في بريك مدة ربع ساعة إلى الساعة إن شاء الله 6:30، وبعدها إن شاء الله نستكمل موضوع خطتكم في الامتياز وهدفك سادس الامتياز. يا تسمح لي عبد الله، دكتور عبد الله باك تسحب الآن 4 أشخاص، 2 أولا يحصلون على كوبون من كوز القهوة، و2 يحصلون على كوبون من ساعتكم بإذن الله. طيب بسم الله، أول شي لازم واحد اسمه عبد الله. طيب عبد الله سالم هذا الأول، الثاني وقف كذا بندر سلطان، الثالث فارس علي آل جار الله، والرابع ندى عبد العزيز. خلاص الله يعطيك العافيه. اول 2 ان شاء الله كوبون كوز قهوه، ثاني 2 كوبون سيانكو، فضلا تواصلوا معي بالخاص عبر زوم. هنا دكتور عبد الله في سؤال جامع اذا تسمح تجاوب عليه من الدكتوره نجاد، تقول كيف الاوت كم في التخصص؟ الاوت كم يختلف من تخصص للثاني، يعني بمعنى اذا مثلا اذا انت تحب انك تتابع المريض وتعرفه بعلاقه شخصيه بينك وبينه، فينفع لك التخصصات اللي فيها كرونيك بيشنت. على سبيل المثال اذا انت هيماتولوجي وتخصصت هيماتو اونكولوجي، راح تتعامل مع مرضى مثلا عنده الليمفوما، عنده اليوكيميا، هذول المرضى ما راح تشوفهم مره واحده وخلاص، لا، هذول اول شيء لازم تبني بينك وبينهم علاقه خاصه، راح تكون تعرفهم، تعرف اهلهم، تعرف وين يشتغلون، تعرف امورهم الشخصيه، يصيرون يستعملونك على حياتهم فعلا. فبالتالي تصير الاوت كم يعني كرونيك، حاجه تتابعها على مدى طويل وفيها جود اوت كم. على حسب برضو بعد بعض الليوكيميا لا عندها باد اوت كم. الاندوكراين والروماتولوجي مع كرونيك بيشنت كثير. اذا لا والله انت تحب تتعامل مع مريض مناجرد يومين ثلاثه وخلاص، مثلا هذا يناسبك الاي دي، الاي دي مجرد اوكي كلموك على ريزيستنت اورجانيزم عند واحد عنده مننجايتس، تتدخل عندهم بسبيسيفيك انتي بايوتيك ديوريشن معين بطريقه معينه، بحيث ان خلال اسبوع خلاص المريض شوفي بفضل الله من كيلر ديزيز. انت كذا علاقتك بالمريض مجرد اسبوع وبعدها انتقل من حاله ميؤوس منها الى الشفاء باذن الله. الاوت كم يختلف على حسب التخصص، على حسب المرض، وفيه كل شيء، الباطنه فيه كل شيء، على حسب فرعه تقدر تعرف الاوت كم. الله يعطيك العافية. طيب دكتور في سؤال ثاني من الدكتور عبد القادر، يقول كم عدد الأبحاث المطلوبة للقبول في التخصص؟ ما في عدد معين، كل ما زاد كان أفضل، كل ما كان السي في حقك غني مليان بكل شيء، عندك ريكومنديشن، أبحاث، مشاركة، ملتقيات، حضور مؤتمرات، عرفوك الريزيدنت وصوا عليك، عندك عرفوك الاستشاريين اللي في المقابلة، كل ما كانت عندك هذه الأشياء كل ما كان فرص قبولك أكبر، ما في رقم معين، بس واحد أحسن من صفر.